بعد أعوام من سلسلة جرائم القتل التي لا تنتهي والتي يعاني منها المجتمع الفلسطيني في الداخل عامة ومدينة اللد على وجه الخصوص باشرت أجهزة الأمن الإسرائيلية بتفعيل خطة قديمة جديدة لمواجهة العنف وانتشار السلاح من خلال نصب كاميرات مراقبة في الأحياء أنا أرى أن تركيب وتمكين الكاميرات في الحارات اليهودية هو لا يجدي ولا يعني ينفع بردع الجريمه في الوسط العربي طبعا وذلك لانه طبعا اغلب الاحداث العنف والقتل والاجرام تحدث في الحارات العربيه طبعا وفي اماكن مظلمه وفي اماكن التي لا يتواجد بها مواطنين يهود طبعا لانه على ما يبدو ان المجرم العربي الذي يقوم بمحاوله القتل او العنف هو يفكر يعني ويكون على حذر ان لا يمس بمواطن يهودي. لأنه يعرف أن العقاب إذا مس بالمواطن اليهودي رح يكون وخيم ويرى المواطن العربي بخطة مراقبة مخالفي القانون عن طريق الكاميرات غير مجدية لطالما كان المخالف والمتضرر من المواطنين العرب استنادا للتجربة من الحوادث المميتة التي وقعت تحت أنظار الكاميرات والشرطة في السابق بالنسبة للكاميرات نفسهم أنا شايف أن الشرطة هي تستغل الإشي لإلها لصالحها إلا المخالفات مش اكثر أه مثلا الحوادث اللي بتصير عند العرب صار أه تخسر كتل احنا شاهدنا كم من مقطع كتل وشافوا في الكاميرات بس ما ما يعني ما حبسوش حدا على الفاضي يعني الشغله هاي مش شغله انه احبس ولا مصلحه العرب مصلحه كيف انت تعمل مخالفات للعرب انا شايف انها نصبت على الفاضي ما لهاش اي علاقه في اللي بيصير وفي حين تحاول السلطات الإسرائيلية وضع خطط لمكافحة المجرمين ومخالفي القانون، تستمر دوامة القتل في المجتمع العربي الأخذة بالتزايد وخصوصا في مدينة اللد